تلوب نسكم شوي بالله يا رجاجيل تلوب نسكم شوية. والله ما عنديش أنا مازلت ما طحش بيا ولد الحلال، مازلت ما طحش بيا ولد الحلال، شو رايك تطيح بيا؟ هاي شارة بخطف هاي بس لا مازال ولد الحلال يدق علي الباب باش يجيني في الشارع. مش رومانسي معناه كما نحبوا انا، فهمتي الراجل اللي فيه اوصاف، نحب الراجل الرومانسي، نحبه يفهمني. حب هو رومانسيه هو الحياه معناه، خاصه المراه تحب كلمه حلوه، تحب تبشبيش، تحب معناه صفه من عبد يحتم بها، فهمت كيفاش؟ يا رجال في تونس بالله احكوا معنا بالله ديما كلام حلو، احكوا معنا شويه حسوا بينا، تلهوا بينا شويه يا رجال تونس، راه والله فماش ديما ما تدخل في الكلام الحلو، رجال ديما ما يقولوش كلام حلو، ديما هما مكشبرين، ديما هما متنرفزين. شنو احوال الحب؟ شنو احوال الحب؟ والله الحب حياة ما غير حب ما تتسمش حياة عندي أنا فنيا، الحب كل شيء في الحياة، احترام، حب عائلتي، حب دارنا، فهمت كيفاش؟ أكفر يا واحد ديما الحب، الحياة ما غير حب ما فيش حتى طعمة معناه، حب هو رومانسية هو الحياة معناه، خاصة المرأة تحب كلمة حلوة، تحب تبشبيش، تحب معناه صفة من عبد يحتم بها، فهمت كيفاش؟ وهنا في تونس معناه بعض الرجال ما يقولوش برشا كلمة حلوة للمرأة، فهمت كيفاش؟ يا تونس قولي لهم انت رجال اش قولي لهم؟ يا رجال في تونس بالله احكوا معنا بالله ديما كلام حلو، احكوا معنا شويه حسوا بينا، تلهوا بينا شويه يا رجال تونس، راه والله فماش ديما ما تدخل في الكلام الحلو، رجال ديما ما يقولوش كلام حلو، ديما هما مكشبرين، ديما هما متنرفزين. اودي كان تلهوب نسكم شوي بالله يا رجاجيل، تلهوب نسكم شويه، وديما احتم مرتك، فهمت كيفاش؟ مرتك براي بيها معاك، راهي تخمم فيك، مش ديما تحطها في الدار في الغسيل في الصابون وفي القضيه، احتم بها شويه، خرج ما يساش مرتك، هزها شربها قهوه، هز فطرها، فهمت كيفاش؟ احتموا برجيكم مع بنسيكم بالقدا، فهمت كيفاش؟ ما عادش تخلوا ديما المراه في الدار، يا فهمت كيفاش؟ حسيلو تلهو بينا شويه، ديما اعتنوا بينا كلام حلو. عندك شكون في حياتك انت؟ والله ما عنديش انا، مازلت ما طحش بيا ولد الحلال، مازلت ما طحش بيا ولد الحلال، شو رايك تطيح بيا؟ هاي شو رايك تخطف هاي بس لا مازال ولد الحلال يدق علي الباب باش يجيني في الشارع، ما فماش ولد حلال في وسط ولد الحلال وراك لا ما فماش وسط البلاد، عايط من غادي خلي عايط على روحه يا ولد الحلال يجيني للدار بالباب الكبير بدلاليتي بالحرام او جاي الدور ولا ما تدورش ولد الحلال يجيني في الدار يجيني بباب كبير اخي دق علي في الشوارع فما ولاد حلال في وسط البلاد كان في الدار واحد يدق علي كان جاي يحبني بالرسمي يتبعني ونسكن ويجيني للدار صح ولا البنات والله زعام كان اللطف ها ونشربوا قهوه ودرا شنو ومن بعد يقعدوا في البنات ويمنوا فيها والصحيح ما فماش واحد والرسمي ما فماش هاي هيا وهيا ودرا شنو وي ها عجبني ستيلك ها عجبني بدنك والصحيح ما فماش والله لو احترام نجم الراجل يحترم المراه قيمتها ومخها واحساسها هاي ديكور خي مراه هي كواترو باش تحط ديكور تتفرج فيه مو عندها احساس عندها واحد لازم تفهمها فيكي قلبك معبي انت عندك شكون تحبي انا والله مازلت ما عنديش شكون نحب وما قلبي مع الوضع في البلاد نشوف معبي وجهي ما عندك لا والله لا مش ما عندي حد نشوف الوضع في البلاد كيفاش البنات يقعدوا مع رجاجي في القهوه ويخرج معاه صباح وليل ويقعد معاه عامين وبعد ما يخذهاش والله من بعد يجبد بها مسكينه واحد فهمت كيفاش حتى يشيلها فرده وخاتم زيد ينحيهم لها من فوق والله لا انا ما نرجعهم لطف يا رب ولا زيد ياخذ لها خاتم وخرده بعد يقولها قالت لك امي هاتيها من لطف يا ربي مش مسامح حتى في طرف الذهب مسامح فيها لطف يا ربي والله بعد تقولها هاتي الذهبات وبطلت امي تحب مرا تدبر هذي من البلاد من البلاد من البلاد نحوها المونتاليتي هذا يخلوا الشباب يعيش على راحته ويختار هو الطفله اللي تحبها ويفهموا بعضهم وياخذوا بعضهم كل شيء نحيها تاع امي داخل لك طفله هاي قريبتي هاي بنت خالتي هاو درا شنو نحوها مونتاليتي راهي ذي ما عادش تمشي راه في تونس ما عادش توك علاش الطلاق يكفر والمشاكل تكفر خاطر ديما يدخلوا هاو الحمامه الحمايه تدخل في ولدها ودرا شنو هاو درا شنو واحد لازم الراجل يختار هو شريك حياته وهي تختاره هو معناه يحبوا بعضهم معناه ويتفاهموا من بعد ياخذوا بعضهم هاي ما يتدخلوش لا خوها لا بوها والله هاي والله صارتني انا مره فازة كيما كيكا صارت لي والله خويا ودارنا تعرج لي واحد
قالوا لي خاك خوذي وذا ولد حلال ومرته هاي توفيت وكل شيء هالجيل معناها نقولوا نحن فهمتي. قال لي خويا خوذو وانا مع حق مع حكيت معاه شويه واحد شويه ما عجبنيش في الفاصون تاعو في الحديث ما عجبنيش ثانيا ثانيا الحديث صافا با ما يعرفش يحكي الجمله فهمت كيفاش ما يعرفش يتحدث وما ارتحتلوش اصلا في المخ ما يعرفش يحكي معناها ما يقولش كلام حلو معناها كيما نقولوا نحنا مش رومانسي معناها كيما نحبوا انا فهمتي الراجل اللي في اوصاف نحب راجل رومانسي نحبوا يفهمني حقك هذا والله من حقي نحب راجل رومانسي معناها فهمت كيفاش هكا هو حسن ما عجبنيش ما ويحب يهزني للبلاد من فوق خاطر هو يسكن في سليانه غادي يحب قلت راني ما نبعدش على دارنا ما نبعدش على تونس نحب نسكن باه سليانه واش باه مرجال سليانه مش خايبين اما قلت له انا ما نحبش نحب نسكن في تونس انا ما نبعدش على دارنا فهمت كيفاش بعيد نحب امي مريضه نطلع عليها كل شيء فهمت كيفاش اكري بيا هنا في تونس قلت له ما تبعدش بيا فهمت من حقي زاد انا نتشرط عليه زاد كيما هو يتشرط عليا زاد فهمت كيفاش هكا قال لي اجي اسكني اي تنوريك المشكله وين مش باش يسكنني غاد في دار وحدي في سلينا ريت كان جات وحدي واحد انا مني ليها ما مشكله المشكله باش يسكنني مع امه مع اخته مع دارهم برا لا عادش به لا شيء ودارهم صعاب حاسيل وياسر ياسر صعاب ياسر ياسر ما نحبش نحب لا علينا انا من سلينا وكاها حاسلو حبي يسكنني غادي تشرفوا لا ودي حاشيك بعض العبيد نحنا والله حاشيك بعض العبيد نحكي لك انا نحكي لك على الراجل كان باش يخطبني انا فهمتي فهمتي نشكر سلينا هاي الحق عبيد فيها عبيد ناس مليح على الاخر والله تحيه لسلينا والله باهين جماعه سلينا راه ناس مليح اما انا بعد معناها الراجل تقدم لي وكا وما ارتحتلوش وكا وشنو هي مواصفات الراجل اللي تحبه انت انا راجل نحبه ولا نحبه متربي معايا فنيا متربي اولا اخلاق الاخلاق باهي معايا اي تحبوا شباب انا لا نحبوا عادي لا شباب لا حتى شيء خلقة ربي حتى اسمر عادي ما يسالش اما المشكله نحبوا متربي وكها مش برشا برشا ما عنده 200 مليون اقل حاجه ناس لا لا شوي شوي شويه ما لا شويه خلي 400 مليون خير ما مادام قلت شويه قايد السعيد ما عندوش 400 مليون ها راقد عليها اختي قايد السعيد وعنده كهرباء لا كهرباء لا اختي المهم تمشي على ساقين مش حكيت المهم برك مستورين وعنده دار المهم فعندي شرط وخدمته باهية على القيمة مترسم نحبه مترسم وخدمته باهية ها لا بوليس لا ها ما نحبش بوليسي مش حكيت ما نحكيش معاه ما يبدو صعاب ياسر ونرفوزين وعلى عصابة ما يقولوش كلام حلو جملة انت مشكلتك كلام حلو انت مشكلتك كلام حلو مشكلتك كلام حلو المهم كلام حلو يقدرني ويسوني واحد ويحكي معايا بتربية وكاو يقدرني نحترمه وانا زيدا كاو وكون باهي معايا وكا في المستوى هذاك حاجتي هذاك هو شريك حياتي الاوصاف اللي انا فيه لا مازلت ما لقيناش بعضنا ان شاء الله ربي يطيح بيا اللي خاف ربي وكا هو مين ها مين يا ربي وكا منسي وعنده 200 مليون ها مش 200 مليون 40 مليون به يطيحت لك السوم 40 مليون ها لا معنا عنده باهي عقلي حويجه باهي في البنك نقولوا نحن دار وكرف ها دار وكرف 400 مليون كبير سقف الدنيا سقف اي راجل كبير لا راجل كبير لا عاد شنعملوا بيه مش كبير كبير برشا عاد ها في الاربعين باهي في الاربعين باهي عاد تكون في الاربعين باهي كيك في الثلاثين باهي اقل حاجه في الستة وثلاثين ادري يا كاو ذاك هو اوصافي وكا باش نعمل لك شنو كلمة الختام تاعي؟ كلمة الختام والله يا ننصح لا تونس كل باهين وربي طيح بينا اللي خاف ربي ديما مين وكا باش نعمل هذاك هو لا اختوني انا كي يجيني واحد نفهم وكا هو نحب واحد رومانسي نحب واحد نرتاح له انا وهو يرتاح لي ونرتاح لا عاد ما نحكوش هذيك حاجه اخرى عاد بيناتي عاد هذاك ما نحكيهاش عاد لازم نعرف الرومانسيه لك هاو خلوني على الثورة إذا ما تغشوا لي خلوها خلوها في نفسه هيك والله لك هاو ليه والله ليه لك هاو وربي يبقى علينا الستر وكا هاو ديك صحة عايش مرحبا بي